هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء اليوم في على هذا المباشر اللي جمعنا اليوم حول وضع سيء تعيشه الجزائر، وضع ليبين بأن الجزائر تمشي على رأسها، ما تمشيش على رجلها، تمشي على رأسها، تمشي بالمقلوب. أترككم هذا دائما بالدليل، نعطيكم دائما بالدليل. المفروض كان العنوان تاع هذا اللايف اليوم الجزائر تمشي على راسها، هاك ما بقاتش دوله، ما بقى والو. يعني على كل هذا ماهوش شيء جديد، الدوله انهارت، هذا ماهوش شيء جديد، وانما الشيء اللي نقولوه وانه يعني ولا واحد يعني يفكر قال السنه ننقذوا هذه البلاد، هذه لابد من انقاذ هذه البلاد هذه. مالي واش عندنا مواضيع؟ عندنا الموضوع الاول شيء غريب وقلناها ديجا من قبل، المجلس الاعلى للامن اجتمع مره اخرى ولا صوب اسبوعي، سان مارشي هبدومادير، لو كونسيل دو سيكوريتي ديفوني مارشي هبدومادير دوبوي كو تبون ايت اريفي او باري دي المراديه سور ان طونك، ملي دبوه جابوه فوق طونك المراديه فوق دبابه، ومجلس الامن ولا سوق اسبوعي. صح، دوك تكلموا على هذا السوق الاسبوعي كيفاش راهو. ومن ضمن النقاط اللي اكيد نكون نتكلموا عليها هو التخوف من الجماهير الرياضيه، وخير دليل على ذلك انه نصف النهائي اللي يجمع مولودية العاصمة وشباب قسنطينة اللي عندهم ما شاء الله من جمهور، قال تلعبوا بدون جمهور. كلمة على ذلك بالتفصيل، هذه يعني نقاط لها. ودائما الجزائر تمشي على رأسها بالمقلوب، هو انه لما يجيك قائد عسكري تاع الناتو يستقبلوا نائب وزير الخارجيه هو اللي يحكي معاه، باش من غدوه يستقبلوا قائد اركان الجيش. بينما لما يجي نائب وزير الخارجيه الروسي وممثل بوتين في الشرق الاوسط يستقبل وزير قائد اركان الجيش، ووزير الخارجية والأمين العام لوزارة الخارجية ما يستقبلوش. هذه يقول لك الجزائر تمشي بالمقلوب، تمشي على راسها. وزيدوا آخر العقاب، هذا اللي عمره ما كان يشوف روحه وزير، صاب روحه وزير اتصال، جاي يفسر طرد فريد عليلات، ما خلاوش يدخل بلاده. قالوا لا، ولا في رب عذر أقبح من ذنب. وكشف طبعا مستواه ومستوى العصابة اللي راه يخدم بها كأحد أزلامها. هذه المواضيع المهمة اللي نتكلموا فيهم، وطبعا راح نتكلموا على موضوع الكاف سي، لأن الجزائر تمشي بالمقلوب، تمشي على راسها. يفتح أغلق، افتح بعد خو بتخبيا ونحي لونسين. شيء غريب وش يحصل في البلاد هذه. ما عليه، قبل ما نبداو يعني في موضوعنا ندخل في تفاصيل المواضيع، تحية للإخوان اللي تابعونا على المباشر. مصطفى وليد، احنا ثاني فرحانين بك تجي معنا يا سي مصطفى. خونا علي شباح، فارس ليل سنهاج، إيناس محمد.
عندي مرحبا بيلستاردس خالد السيف افي غنشوف بزاف اللي راه معنا جدد توفيق وليد يساند نتاعك خلاص ديت لاكارت تاع حسين مجاهد قاسم الزايدة وعليكم السلام عمر رفي لاليد نعطيك تاني كارت تاع حسين مجاهد حميد تكفى مش نذكر كل الاخوان لانه بزاف الله يبارك 1297 هادو اللي راهم باينين اللي راهم السمراء راهم السمراء كريم راشدي الله يسلمك بارك الله فيك خويا صالح زمور محمد دمران حمدان اونتر اوتو ديليزيون اوتو ساتيسفاكسيون نوتر امي حمدان شوازي لوتو ديتيرميناسيون Et tout le peuple algérien ne demande que ça. Chef de Zahiri, il faut qu'il décide de son mandat, il faut qu'il choisisse le Parlement avec toute liberté. Aujourd'hui, le chef de Zahiri demande le droit de décider de son mandat. مخلاص مرقنا من العسكر والمخابرات اللي خيروا لنا الرئيس وخيروا لنا البرلمان وخيروا لنا المير وخيروا لنا حتى شكون لنا لا فيها بركه باش تطلبوا منهم كريم راشدي جيت اون تيت اجوردي اوه ماشي غير جيت اون تيت يا خويا راك حكم كاع البلايص بزاف وين راه بصحة اسكو ما كانوش مصطفى بحماني راك تلعب وحدك ناري بارك الله فيكم جميعا ندخلوا في تفاصيل المواضيع لان اليوم ثاني كاين لورو ليغا نشوفوا كاين ماتش شابين شوفوهم ما نخبيش عليكم لازم نشوف فوتبال ونمشيو الان الى التفاصيل تاع المواضيع ديالنا تاع اليوم بعد الفاصل